أهلا بكم من جديد، وننطلق في فقرتنا الأولى مع أبرز الأخبار الصادرة اليوم. ننتقل إلى خبرنا الأول، حيث يقيم القسم النسوي في مركز الأمير سلمان الاجتماعي يوم الثلاثاء في 23 من أبريل فعاليات ليالي التراث والثقافة لمملكة البحرين، وذلك في إطار الفعاليات التي يقيمها المركز الذي يشكل مركز الأمير سلمان حضورا اجتماعيا مهما لاهتمامه بصحة العقول كجزء من الاهتمام بصحة الأبدان، ولتقديمه أيضا خدمات تطال وترافق مقتضيات التطور المتسارع في المجتمع الخليجي، ومن بينها التطورات الثقافية. والإضاءة أكثر على الفعالية معنا عبر الهاتف سمو الأميرة المهندسة جوهرة بن سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود مديرة القسم النسائي لمركز الأمير سلمان الاجتماعي. مساء الخير سمو الأميرة. أهلا يسعد لي مساء الجميع. مساء الخير. في البداية بنحب نسألك، ما الهدف من هذه الفعالية؟ اسمح لي قبل الحديث عن الفعالية أن أعرف الفعالية بشكل موجز. نعم. طبعا فعاليات ليالي التراث والثقافة هي أحدى الفعاليات السنوية التي ننظمها في مركز الأمير سلمان الاجتماعي. نسعى من خلالها إلى استضافة واحدة من الدول العربية أو الإسلامية الشقيقة في كل عام، والتي تعد مبادرة من مبادرات المركز للاهتمام بالتراث والثقافة وتقاليدنا وقيمنا العربية والإسلامية الأصيلة. نعم. أما عن أهداف الفعالية، حقيقة هدفنا الأساسي هو إيجاد حالة فنية وأجواء ثقافية وأدبية في دولنا العربية والإسلامية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى اللي بنشأتها ثلاثة تتحقق بتحقق الهدف الأساسي، منها على سبيل المثال للحصر اللي فتح مجال للباحثين عن الفرص العمل والكسب الحلال من خلال النشاطات المتعلقة بتعزيز الهوية الثقافية وإبراز التراث، بالإضافة إلى الحث على الاهتمام بتراثنا الشعبي ورعاية وصقله وتعهد بحفظه من الضياع وحمايته من الإهمال. طيب، من أين جاءت فكرة ربط الماضي القديم بالحاضر الحديث؟ حقيقة باعتقادي أن الربط بين الماضي والحاضر ليس بفكرة وليدة اللحظة، ولكنه من المسلمات البديهيات، لأنه كما أنه عندنا كما أن غدنا هو امتداد ليومنا، فأكيد يومنا لم ولن ينفك عن أمسنا، ناهيك على أن معيار قياس أي حضارة أي أمة وتقدمها هو حجم موروثها العلمي والثقافي والأدبي. فباعتقادي هو أساسيات مسلمات. طب برأيك كيف أثر الماضي على ما نحن عليه في حياتنا المعاصرة؟ أولا نحمد الله تعالى ونشكر فضله أننا نحن أبناء وبنات دول الخليج العربي، أنه بقدر ما من الله علينا بحاضر مشرق نعتز ونفخر به، فإننا كذلك نباهي ونفاخر بماضينا السليد الذي هو أصلنا وماضينا الذي خلفه لنا الآباء والأجداد من خلال كفاحهم ونضالهم ليصل إلينا بهبقة ورسالته ووضعه الذي نفخر به ونباهي له، وهو امتداد مسيرة الآباء والأجداد التي سيحملها على عاتقها الأبناء والأحفاد وإن شاء الله المستقبل للأجيال القادمة بإذن الله. نعم سمو الأميرة، أين ومتى ستقام الفعالية في دورتها الثانية؟ طبعا هو المركز الرئيسي لإقامة الفعالية هو المملكة العربية السعودية وتحديدا في مدينة الرياض مركز الأمير سلمان الاجتماعي. ستنطلق هذا العام كما عمدناها إن شاء الله بإذن الله ستكون في شهر أبريل من كل عام. أما بالنسبة لفعالية هذا العام ستكون إطلاقتها بإذن الله يوم الثلاثاء 23 أبريل. ستستمر إن شاء الله لمدة 3 أيام متتالية حافلة بالمناشط المختلفة والمثيرة إن شاء الله. إذا فيك تخبرينا من هم أبرز ضيوف هذه الفعالية؟ ضيفنا لهذا العام سيكون مملكة البحرين الشقيقة، وستحظى فعاليتنا كذلك برعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبد الله بن عبد العزيز، التي أود أن أتوجه لسموها بوافر الشكر والتقدير لدعمها لتطلعاتنا. كما سيتم تمثيل مملكة البحرين من قبل وزارة الثقافة البحرينية بقيادة معالي الوزيرة سمو الشيخة مي بنت محمد الخليفة، التي أثني على مجهودات سموها التي بذلتها وما زالت تبذلها، حيث أن سموها قدمت لنا الدعم والمساندة ولكافة فريق العمل، بالإضافة إلى حرص سموها ومتابعتها الدقيقة التي لمسناها من خلال مشاركتها لنا في هذه الدورة من الفعالية. سمو الأمير، لماذا اختيرت البحرين تحديدا، وما دور معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة وزيرة الثقافة البحرينية في هذه الفعالية؟
وقع اختيارنا لمملكة البحرين الشقيقة منذ وقت مبكر، حيث قمنا بالتفاهم والتباحث مع سفارة مملكة البحرين في الرياض التي أبدت مشكورة كل التعاون والاهتمام، فقامت بمخاطبة الجهات المعنية المختصة في المنامة لاستكمال التنسيقات والمتابعة معنا في المركز. أما عن دور معالي الوزيرة فكما أشرت سابقا سموها كانت وما زالت داعما ومساندا وقدم التعاون وتفاعل لا حد له. كما أود أن أشير إلى دور سمو الشيخ حمود الخليفة سفير مملكة البحرين، حيث لمسنا من سموه كافة التعاون والاهتمام والدعم لهذه الفعالية التي نسعى إلى تحقيقها لتصل إلى ما نسعى إليه بما نفخر به وبما يليق بمملكة البحرين الشقيقة. نعم. كذلك الحمد لله أن الفعالية حظيت بكل الدعم والتعاون من الجهات الحكومية ومن شركائنا وشركاء مركز الأمير سلمان الاجتماعي في السعودية، وكذلك حظيت بالاهتمام الإعلام وكل الذين أود أن أشكرهم وأشكر كل من تفاعل معنا سعيا لإنجاح هذه الفعالية التي نتطلع إن شاء الله أنها توصل إلى الشكل المطلوب وتحقق الأهداف المرجوة بإذن الله تعالى، وبتكاتف وتضافر جهود كل من تعاون معنا ولم يتوانى وبادر إلى المساندة إن شاء الله. إن شاء الله. سمو الأميرة المهندسة جهرة بن سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود مديرة القسم النسائي لمركز الأمير سلمان الاجتماعي، شكرا لك ونتمنى لكم كل التوفيق. نتابع أخبارنا من صحيفة الشرق، إذ وصفت الممثلة البريطانية هانا سايمون عائلتها بأنها بدوية نظرا لوجودها في السعودية لمدة تزيد على 3 سنوات وتأثرها بالثقافة السعودية. وأضافت: انتقلنا إلى السعودية عندما كان عمري 7 سنوات تقريبا وكنا نريد أن نبقى لمدة أطول، ولكن اجتياح العراق للكويت اضطرنا للمغادرة. إلى صحيفة الجزيرة ننتقل، إذ أظهر استطلاع للرأي أن 44% من الأزواج يصارحون زوجاتهم أو أزواجهم بعد حدوث المشكلة مباشرة، في حين أن 40% منهم يصارحون زوجاتهم أو أزواجهم أثناء المشكلة، مما يشير إلى ارتفاع ثقافة الحوار بين الزوجين، فيما تصارح النسبة المتبقية شركائهم بعد فترة طويلة من حدوث المشكلة رغبة في إنهاء الخلاف ورغبة في الاستقرار الأسري. من صحيفة الحياة أقرأ لكم الخبر الرابع، إذ أظهرت بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية توظيف ما يزيد على 160 ألف امرأة في القطاع الخاص منذ صدور توجيهات جهات عليا في شأن عمل المرأة، مقارنة بإجمالي عدد الموظفات قبل تلك التوجيهات والتي لم تكن تتجاوز 70 ألفا في جميع النشاطات خلال 30 عاما الماضية. وتسعى وزارة العمل لتطوير أداء المرأة السعودية لتمكينها من المشاركة الفاعلة في تنمية المجتمع بما يتوافق مع ضوابط وأنظمة العمل في السعودية. مشاهدينا أخبارنا انتهت، فاصل قصير ونعود لمتابعة فقراتنا، ابقوا معنا. أنت متفوقة معها والطموحة معها، أنت السعيدة معها، الرابحة معها، معها أنت الشابة الدائمة، سيدتي، سيدة المجلات العربية، سيدتي نت، معك أثناء دراستك، معك في مملكتك. ومجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك. سيدتي وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة. في سيدتي بعد الفاصل، معايير السلامة في المدارس واقع ضروري، فهل هي متوفرة في مدارسنا؟